وللحديث عن جريمة اغتيال الناشط علي كريم في البصرة ودلالاتها مع سعي حكومة الكاظمي للتأكيد أنها تحمي الناشطين في البلاد ومطالب الناشطين بإنهاء الإفلات من العقاب في العراق، معنا من كوبنهاجن المنسقة في حملة إفلات إنهاء الإفلات من العقاب في العراق سيدة شمس بشير. مرحبا بك معنا. مساء الخير. أهلا أهلا بكم. في الحقيقة لا يستطيع المتابع أن يستوعب ما يجري في العراق. تعاقب أم عراقية قبل أن تكون ناشطة حقوقية أو ما إلى ذلك باغتيال اثنين من أبنائها، في هذا العام اغتالوا علي كريم وفي العام الماضي اغتالوا ابنها الآخر. هل معقول أن تصل الميليشيات إلى هذا المدى من الإجرام؟ نعم أكيد تصل لهذا المدى وأكثر، لأنه المجرم يفلت من العقاب في كل مرة وبالأخص في البصرة. اليوم عندنا المحافظ أسعد العيداني حول البصرة إلى ديوان عشائري خاص به، تحل المشاكل عن طريق الأعراف والطريقة العشائرية، وبهذا هو يساهم بشكل كبير في إضعاف دور وزارة الداخلية والقانون. فبهذه الحالة يعني ما ممكن نتوقع شيء ثاني غير الإفلات من العقاب والظلم والقتل والفوضى. نعم، أين حكومة الكاظمي مما يجري؟ كيف يمكن أن تقدم هذه معطيات هذه الجريمة إلى الجمهور العراقي؟ ألا تفكر بذلك؟ ألا يعنيها شيئاً أن 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 مرة أخرى تعاقب هذه الأم العراقية باغتيال أبنائها، وتقول هذه السيدة أيضاً بأنه وصلها تهديد قبل شهر تقريباً يقول لها عليك مغادرة البصرة وإلا، وقد كان التهديد نافذاً للأسف الشديد باغتيال ابنها. نعم بالفعل، أنا أحب أكرر الرسالة، لأنه هذه الرسالة كانت أمانة، مثل ما قالت الناشطة فاطمة البهاد اللي قالت هذه أمانة على كل الناشطين أن يوصلوها للصحافة بالمواقع. هددوني قبل شهر وأنا ما قدرت أترك البصرة، محافظتها مدينتها اللي عاشت وتربت بها، مو سهل تتركها، وانتهى الشهر وقتل ابنها. أين الحكومة؟ هذا سؤال كل العراقيين، أين الحكومة بما يجري؟ لحد هاللحظة ماكو أي تعليق على الموضوع، وحتى لو يعني نسمع أي تصريحات فراح تكون عبارة عن تشكيل لجنة جديدة غير فعالة، غير مجدية وغير جادة أساسا، وربما يوما ما يقدم للعدالة شخص ساهم في قتل الناشط أو ابن الناشطة. مع ذلك ما راح نعرف من الجهة اللي أرسلت هذا القاتل وليش قررت تقتل هذا الشخص. ما الخطر الذي تشكله الناشطة فاطمة البهاد لحتى تتم هذه العملية، عملية اغتيال ابنها؟ شكرا على هذا السؤال. فعلا يعني الناشطة فاطمة البهادلي هي ناشطة مدنية تختص بالأمور الإنسانية، وهي ما لها أي علاقة بالنشاط السياسي، وخصوصا ابنها ما له أي علاقة بالنشاط السياسي ولا معارض ولا أي شيء من هذا القبيل. لماذا يتم تهديدهم؟ لماذا يتم تشريدهم أو قتلهم؟ سؤال حيرنا فعلا. وأعتقد هذه الرصاصات اللي رمت على صدر ورأس علي هي كانت بمثابة رصاصة حقد وكراهية للعقل السليم والقلب الرحيم، يريدون الوضع يبقى فوضى. يعني هذه المحاولات، محاولات الاغتيال التي تنجح في كثير من الحالات مع الأسف الشديد، كلها تحاول من خلالها الأحزاب والميليشيات أن تقمع المظاهرات والثوار بقوة السلاح وأن تكتم أصواتهم بكاتم الصوت، بمسدسات كاتمة للصوت، ومع ذلك الحراك يتجدد في العراق. ما السر وراء ذلك؟ لأنه الغضب متراكم أستاذي العزيز، الغضب متراكم، وخصوصا في هذه القضية أصبح الغضب يعني فعلا كبير، لأنه الناشطة وولدها ليسوا نشطاء سياسيين، يعني ما نشروا أي شيء أو تكلموا عن أي شيء ممكن يمس شيء من مصالحهم.
مع هذا انقتلوا، معناته هذا مجرد يعني حب للفوضى. الكل لازم يكون تحت خيمة الأحزاب وتحت خيمة المحافظ وعشيرته بكل بساطة. نعم. طيب يعني أنت من موقعك كمنسقة في حملة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق، لمن وجهتم هذا الصوت وهذه الحملة؟ وهل وجدتم تفاعلا من مختلف الأطراف في العالم تجاه هذه الحملة؟ للأسف كل اللي سمعناه اليوم هي مجرد تعازي من شخصيات لها يعني ارتباط معين بالعراق، كانت مجرد تعازي بسيطة، واحنا ردنا كان لماذا التعازي وما تفعلونه هو عكس هذه التعازي بالمضمون. انتم تقدمون التعازي ونفس الوقت تدعمون هذه الحكومة وهذه السلطة اللي تقتل الشعب كل يوم، ما الفائدة وما الجدوى؟ ماكو جدوى، احنا نريد يكون الدعم على شكل الضغط على الحكومة لترميم المؤسسة القانونية المهدمة، وللضغط على الحكومة لإنهاء الإفلات من العقاب، ولكن يعني ما نحصل أي رد، ماكو أي رد بالموضوع. ما التفسير وراء ذلك؟ لماذا لا تحصلون أي رد؟ لماذا الغرب الذي يدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان وإلى آخره من هذه الادعاءات يفشل في هذه المهمة في العراق؟ لأنه ردهم بحسب وجهة نظرهم هم يدعمون العملية الديمقراطية ويعتقدون أنه إحنا ممكن نغير العملية الديمقراطية من خلال العملية الانتخابية، مع أنه يعني وضحنا أكثر من مرة الخوض في العملية الانتخابية شبه مستحيل بسبب هذه الكواتم وبسبب التزوير وبسبب السطوة على كل قطاعات هذا النظام. ثم ما علاقة خوض العملية الانتخابية بجرائم ترتكب ضد الإنسان العراقي؟ يعني هذه مسألة منفصلة يجب أن تكون، ويجب أن يكون الموقف منها غربياً وأوروبياً قوياً. بالفعل احنا ما نعرف هم ليش يتدخلون بهذا الموضوع من حيث الدعاية الانتخابية، يدعونا إلى الخوض بالانتخابات بدل ما يدعمون رغبة الشعب في أمور ثانية أهم بكثير من موضوع الانتخابات. بالنهاية احنا ما اختارينا الشخوص اللي موجودة في السلطة، هم اللي اختاروهم، فما اعرف شلون ينتظرون من عندنا انه احنا نغيرهم هسه. نعم. طيب ماذا عن استمرار هذا الحراك في العراق وقد أصبح يعني يتسع يوما بعد آخر، وهذه الاستمرارية أصلا طيلة الشهور الماضية مؤشر على أن الشباب العراقي خاصة لا يرغب في التنازل عن حقوقه ومتطلباته المشروعة؟ ابدا لن يتنازل ولن يخوض الانتخابات، والعراقيين الداخل والخارج مثل ما شفنا بدينا نتعامل ونتعاون اكثر، واحنا كاعضاء منظمه انهاء الافلات من العقاب عندنا خطوات جايه بالمستقبل ممكن تكون مفاجئه وفعاله وجديده لم نتطرق اليها من قبل او جهه ثانيه من قبل. نعم. من كوبنهاجن المنسقة في حملة إفلات إنهاء الإفلات من العقاب في العراق شمس بشير، شكرا جزيلا لك.